بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة الثانية من سلسلة دروس كتاب الفوائد المترعة الحياض للعلامة الشيخ شمس الدين أحمد ابن سليمان ابن كمال باشا الحنفي، شرح كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قولهما رحمهما الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. قوله حتى نزلت المعوذتان هو بكسر الواو، إنما أخذ بهما وترك ما سواهما. ولما سحر صلى الله عليه وسلم استشفى بهما، لأنهما من الجوامع في هذا الباب. فتأمل في أولاهما وهي سورة الفلق، يعني كيف خص وصف المستعاذ به برب الفلق أي بفارق الإصباح، لأن هذا الوقت وقت فيضان الأنوار ونزول الخيرات والبركات، وخص المستعاذ منه بما خلق، فابتدأ بالعام من قوله من شر ما خلق، أي من شر خلقه وشر ما يفعله المكلفون من المعاصي ومضارة بعضهم بعضا من ظلم وبغي وقتل وضرب وشتم وغيره، وما يفعله غير المكلفين من الحيوان كالسباع والحشرات من الأكل والنهش واللدغ والعض، وما وضعه الله في غير الحيوان من أنواع الضرر كالإحراق في النار والقتل في السم، ثم ثنى بالعطف عليه ما هو شره أخفى من الزمان، ما هو نقيض انفلاق الصبح من دخول الظلام واعتكاره المعني بقوله ومن شر غاسق إذا وقب، لأن انبثاث الشر منه أكثر والتحرز منه أصعب، ومنه قولهم الليل أخفى للويل. وخص ما سكن في الزمان بما غائلته خفية من النفاثات والحاسد. يعني هذا الكلام فيه بيان لفضيلة سورة الفلق. وقد خص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره، وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم، كأنما يغتال به، يعني يؤتى من مأمنه. وقيد الحاسد بإذا حسد، لأن الحاسد إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه من بغي الغوائل للمحسود كان شره أتم وضرره أكمل. وكما ذكرنا لما قرأنا في سورة يوسف أن الحاسد ناقم، وأن الحاسد غاضب، وأن الحاسد منتقم، وأن الحاسد ماكر. لا يرضى الحاسد أبدا إلا بزوال النعمة عن المحسود، وبعض الحاسدين لا يرضى
إلا بهلاك المحسود وهلاك نعمه. فالحسد يعني نسأل الله لنا ولكم العافية شر وبيل خطره عظيم. أول ما يهلك صاحبه، أول ما يحرق صاحبه، وبعد ذلك يبدأ صاحبه المحروق الملتهب بحرق من حوله دون أن يشعر. لذلك من كان يجد في قلبه ألم حسد أو بداية حسد أو جذوة حسد ينبغي عليه أن يبدأ بالعلاج، أن يبدأ بالعلاج مباشرة قبل أن تنمو هذه الجذوة وتصبح نارا تأكله وتحرق من حوله. فهذا أمر خطير في الحقيقة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم دوام العافية. قال: ثم تفكر في ثانيتهما، سورة الناس، كيف وصف المستعاذ به بالرب ثم بالملك ثم بالإله، وإضافتها إلى الناس وكرره، وخص المستعاذ منه بالوسواس المعني به الموسوس من الجنة والناس، فمن الناس من يوسوس. قال: إن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك الناس. ثم زيد بيانا بإله الناس، لأنه قد يقال لغيره رب الناس، وقد يقال ملك الناس، وأما إله الناس فخاص بالله سبحانه وتعالى لا شريكة فيه، فجعل غاية للبيان. جميل كلام الشيخ الزمخشري. وأقول: هذه المبالغة من جانب المستعاذ به والترقي في الصفات تقتضي المبالغة في المستعاذ منه، والعمر إن هذه الوسوسة إما أن تكون في صدر المستعيذ، وهي رأس كل شر ومنشأ كل ضلالة وكفر وبدعة، أو في صدر من يناويه ويضاره، وهي معدن كل مضرة ومنبع كل نكال وعقوبة، فيدخل فيه نفثه كل نافث وحسد كل حاسد. في سنن أبي داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشينا ريح وظلمة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بي: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. سبب نزول هاتين السورتين أن غلاما من اليهود كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اليهود: أعطنا مشاطة محمد صلى الله عليه وسلم، أي الشعور التي نزلت من رأسه ولحيته بالمشط، وأعطنا بعض أسنان مشطه نسحر محمدا صلى الله عليه وسلم بهما. فأعطاهم الغلام ما طلبوا منه، فسحر لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المشاطة وأسنان المشط، وتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وظهر به مرض بحيث كان يذوب بدنه وينتثر شعر رأسه ولا يدري سبب مرضه، وانتهت حاله إلى أنه كان يظن شيئا أنه فعله ولم يفعله. فبقي على هذه الحالة 3 أيام، وكان يوما نائما فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه، يعني في المنام هذا رأى رؤيا، والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما للرجل، ما به محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: طب. قال: وما طب؟
يعني وأي شيء معنى طب؟ فقال سحر، يعني معنى طب سحر. ومن سحره؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. قال فبما طبه؟ قال بمشط ومشاطة. قال وأين هو؟ لاحظ، أتكلم معه بصوت مرتفع والكلام في المنام. قال فبما طبه؟ قال بمشط ومشاطة. قال وأين هو؟ قال في جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذروان. في جف طلعة، أي في قشر طلعة طلع نخل، في قشر طلع نخلة تحت راعوفة، أي تحت راعوفة الحجر الذي يكون في البئر، يقعد عليه الرجل ليأخذ الماء من البئر. وإنما قال الملكان هذا ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا ليسمعوه، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن عينه تنام وقلبه يقظان. فلما انتبه قال لعائشة: أما علمت أن الله تعالى أخبرني بدائي؟ ثم بعث عليا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء ذلك البئر، وماؤها كنقاعة الحناء، يعني كأنه إذ ألقي فيها الحناء متغير لونها، فأخرجوا ذلك الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه، وإذا وتر معقودة فيه 11 عقدة مغروزة بالإبر. فجاء جبريل عليه السلام بالمعوذتين، فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ على هذه العقد هاتين السورتين. فقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما قرأ آية انحلت عقدة، ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة. وعدد آيات هاتين السورتين 11، فلما ختم السورتين انحلت جميع العقد، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة تامة. ثم قيل: يا رسول الله، أفلا نأخذ لبيد بن الأعصم؟ فقال: أما أنا فقد أشفاني الله عز وجل، وأكره أن أثير عليه الناس، أو أكره أن أثير على الناس شرا. يعني كانت الحكمة في رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت عن لبيد بن الأعصم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وفي رواية أبي داود: تشفع. قوله من القرآن سورة 30 آية في هذا الإبهام والتطويل فيه، ثم البيان بقوله: وهي تبارك الذي بيده الملك، نوع تفخيم وتعظيم لشأنها. وفي هذا كذلك تشويق للصحابة كي يلفت انتباههم أو أذهانهم إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعي كل واحد منهم ما يسمع من المعصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني كان من دأبه عليه الصلاة والسلام أن يجعل في كلامه عنصر التشويق، وهذا في كثير، هذا في كثير من الأحاديث كان يفعله عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال، لما قال كان مع الصحابة، قال: سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. فالصحابة انتبهوا، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ كيف أخذ أذهانهم وعقولهم وأفكارهم إلى جهته، حتى سألوا: ما المفردون يا رسول الله؟ الآن صار في استعداد لأن يعوا ويفهموا ما سيلقى عليهم. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فهم فهموا
يعني أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، وفهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يلقي عليهم بهذه الطريقة أن الملقى عليهم عظيم الشأن، ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ وأن لا يترك وأن لا يهمل. وهذه من سعادة المرء أن يفهم التلميذ عقل شيخه، أسلوب شيخه، أسلوب المربي الذي يربيه، فيريح ويستريح ويفهم ويكثر استيعابه للعلم والأخذ من أستاذه وشيخه. هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمنا أنه ينبغي علينا أن نفهم على من حولنا، وأن نحاول أن نفهم أيضا، أن نفهم من حولنا قدر المستطاع. والله تعالى أعلم. قال: إذ لو قيل لهم، إذ لو قيل إن سورة تبارك شفعت لم يكن بهذه المنزلة. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن المعصوم عليه الصلاة والسلام كان ماشيا مع عقبة بن عامر، فقال له: يا عقبة، لقد أنزلت علي الآن سورتان ما أنزل علي قبلهما خيرا منهما، سورة الفلق وسورة الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول عقبة: لما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أتفاعل مع هذا الخبر. ثاني يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فيهما، قرأ في الأولى الفلق وفي الثانية الناس. يقول عقبة: ثم التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت يا عقبة؟ أرأيت؟ يعني انظر من عظمة هاتين السورتين أني صليت فيهما أو بهما صلاة الفجر. الله. قال: والتنكير في رجل للإفراد شخصا، أي شفعت لرجل من الرجال، ولو ذهبت إلى أن شفعت بمعنى تشفع كما في قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة وإنا فتحنا لك فتحا، كان إخبارا عن الغيب، فإن رجلا ما يقرأها تشفع له. فأنت، يعني تكون أنت وأنا ذاك الرجل الذي يقرأ سورة الملك كل ليلة، يعني المعصوم عليه الصلاة والسلام أعطاني وأعطاك الآن مفتاحا من مفاتيح الشفاعة، أو بابا من أبواب الشفاعة، أو سببا من أسباب الشفاعة. من الذي يترك؟ المحروم. الذي يترك مثل هذه الأسباب المحروم أبدا. لو ما أنك محروم لما تركت هذا الخير العظيم. فيكون تحريضا لكل أحد. لاحظ، النبي عليه الصلاة والسلام يحرضنا أن يواظب على قراءتها. وإثبات الشفاعة للقرآن إما على الحقيقة في علم الله تعالى أو على سبيل الاستعارة. انتهى. في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباء على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، الله، هي المنجية، الله، يا رب اللهم أكرمنا بذلك، هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب الله. يعني كلنا يخاف النار، كلنا يطلب النجاة، ها هو بابها، اسلك مسالك النجاة، اطرق أبواب النجاة، امشي في طرق النجاة يا رب. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. قيل: كفتاه المكروه
تلك الليلة. وقيل كفتاه من قيام الليل. والله هذه كنز، وأي كنز، بل هي أم الكنوز، والله كنز عظيم لا يغفل عنه ولا يعرض عنه إلا محروم عظم حرمانه، عظم حرمانه، غافل كثرت غفلته. قوله صلى الله عليه وسلم كفتاه، قيل من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل الجميع ولا مانع من ذلك، وكرم الله أوسع وأعظم. وقيل كفتاه من حزبه، إن كان له حزب من القرآن، أو لكثرة ما يحصل له بقراءتهما من الثواب والأجر. والله أنا الفقير أقرأها على نية أن يحصل الله لي بها كل خير، كل ما وعد الله بها من حفظ ورزق وعافية وإجزاء عن قيام الليل وقراءة القرآن، بنية أن أحصل كل ما جعل الله عز وجل لكل من قرأ هاتين الآيتين. والله سبحانه وتعالى كريم جواد بر رحمن رحيم سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تتخذوها كالمقابر مهجورة من الصلاة، والمراد به النافلة. قال القاضي: وقيل هذا في الفريضة، يعني الشيخ الآن حصل هذا معنى أكثر من مرة، يذكر حديثا ويشرح غيره، ويشرح غيره، ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم. وقال الجمهور هو النافلة. قلت: الصواب أن المراد النافلة، وجميع أحاديث الباب تقتضيه، ولا يجوز حمله على الفريضة، وإنما حث على النافلة في البيت ليكون أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل الرحمة وينفر الشيطان. فإن أهل البيت إذا لم يصلوا فيه ولم يذكروا الله فيه نوما أو غفلة فهم بمنزلة الموتى، والبيت بمنزلة القبر. ولهذا قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحج والميت. وهذا التشبيه واقع بأهل البيت، والمضاف محذوف تقديره مثل أهل البيت، يعني البيت الذي لا يذكر الله فيه أهله أموات، والبيت الذي يذكر الله فيه أهله أحياء. ليه؟ لأن الميت لا يذكر، فكان الذي لا يذكر الله ميت، والذي يذكر الله حي، أي كالمقابر الخالية عن الذكر والطاعة، واجعلوا لها نصيبا من القراءة والصلاة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، أي ييأس من إغواء أهله وتسويرهم لما يرى من جدهم في الدين ورسوخهم في الإسلام. قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم حظه فينا. هذا المراد والله أعلم، وذلك لما في حفظهما والمواظبة على تلاوتهما من الكلفة والمشقة واشتمالهما من الحكم والشرائع والقصص والمواعظ والوقائع الغريبة والمعجزات العجيبة وذكر خاصة عباده والمصطفين منهم وتفضيح الشيطان ولعنه.
وكشف ما توسل به إلى تسويل آدم، ولذلك سماهما الزهراوين. إن الشيطان ينفر استئناف كالتعليل للنهي، كقوله جل وعلا: ولا تخاطبني في الذين ظلموا لما إنهم مغرقون، فقوله إنهم مغرقون كالتعليل، فلا بد من بيان وجه المناسبة بين التعليل والمعلل، وذلك أن وجه التشبيه لا تكونوا كالموتى في القبور عارين عن القراءة والذكر غير منفرين للشياطين، فأنت أيها الذاكر تنفر الشيطان منك، وأنت أيها الغافل تقرب الشيطان منك، بل تسيطر، تجعل الشيطان يسيطر عليك. ونحوه في النهي قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نهاهم عن أن يموتوا على غير الإسلام، والمراد الإنسان الموت ليس بيده، لا يعرف متى يموت، لكن المراد ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أثبتوا على دين الإسلام، واعزم على أن تموت، على أن يأتيك ملك الموت وأنت مسلم مستسلم مؤمن آمن مطمئن بالله. الأمر على ثباتهم في الإسلام، حيث إذا أدركهم الموت كانوا مسلمين، فكذا هنا المراد أمرهم على قراءة القرآن والعمل به والتحري في استنباط معانيه والكشف عن حقائقه، بحيث يصير إذا جد ذا جد، بحيث يصير ذا جد وحظ وافر من ذلك، مراغمة للشيطان. فقوله: لا تجعل بيوتكم مقابر، كناية تلويحية عن هذه المعاني. وعن أبي أيوب وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا أحبابنا، أهل القرآن محفوظون ويحفظ بهم أصحابهم. حدثني أحدهم مرة أنه ذهب إلى رجل يتعامل مع الجن والشياطين وغير ذلك، قال: لما دخلت عليه وجلست، كان له حاجة عنده الظاهر، قال له: أنت ثقيل علي، ذاك لهذا الشخص، أنت ثقيل جدا علي ومرهق ومتعب. قال: لما؟ قال له: أراك تصاحب صاحب قرآن، أنت تصاحب صاحب قرآن، تجالس صاحب قرآن، معك من النور ما ليس لك، فلا يلتقي مع ما معي من ظلمة. يقول هذا الكلام من فمه لأذنه، هو الذي قال لي، فيخبرني، يقول لي: ها هكذا قال إلى أخي. قلت: من تصاحب؟ قال لي: فلان، أنا في فلان أصاحبه كظله، يذهب ويجيء معه دائما. فقلت: يا سبحان الله، يعني أهل القرآن محفوظون ويحفظ بهم من يحبون، ويحفظ بهم من يحبون. والأمثلة على ذلك لو ذهبت أذكر لكم أمثلة كثيرة كثيرة تماما أحبابنا. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، من أهل الذكر، من أهل العرفان، آمين. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ انظر الأدب. في رواية أخرى غير هذه قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في رواية يقول فيها: الله ورسوله أعلم، فيعيد السؤال مرة ثانية عليه فيقول له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيضرب المعصوم عليه الصلاة والسلام على صدر تلميذه أبي بن كعب ويقول له: ليهنك العلم أبا المنذر. تعليم من المعصوم عليه الصلاة والسلام لأولئك المربين المرشدين كيف يتعاملوا
مع تلامذتهم مع مريديهم. وقال ليهلك العلم أبا المنذر، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أي آية من كتاب الله معك أعظم، أي اسم معرب يستفهم به وهو معرفة للإضافة، ولك أن تلحق به تاء التأنيث في إضافته إلى المؤنث ولك أن تتركها. قال الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. معك وقع موقع البيان لما كان يحفظه من كتاب الله، يعني وكأن المعصوم يريد له أن يعلمنا، يعني أن نحفظ القرآن وأن نعرف القرآن. لا يكفي أن تحفظه، أن تعرف البضاعة التي معك، قدر البضاعة التي معك، لأن كلمة مع كلمة تدل على المصاحبة. وأما جوابه لاحقا يذكر لنا الآن رواية غير الرواية التي في الكتاب. وأما جوابه أولا بقوله الله ورسوله أعلم، وثانيا بما أتى به، فهو أن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابي في باب العلم إما أن يكون للحث على الاستماع لما يريد أن يلقى إليه، أو الكشف عن مقدار فهمه ومبلغ علمه، فلما عارضه أتى بما هو حق الأدب بين يدي الله ورسوله، ثم رآه لا يكتفي بذلك، سأله مرة ثانية، إذن يريد منه الجواب، يريد منه الجواب، ويعيد عليه القول، علم أنه يريد بذلك استخراج ما عنده من مكنون العلم، فأجابه عنه فصادف الجواب صوابا. ويحتمل أنه ما علم أولا فأحال علمه على الله وإلى رسوله، كذلك هذا معنى جميل. انظر، فشرح الله صدره لما أظهر الافتقار والأدب مع الله ومع المعصوم عليه الصلاة والسلام، كانت مكافأة ذلك الافتقار ومكافأة ذلك الأدب أن شرح الله صدره للعلم. وهذا مصداق، يعني مصداق هذا قول الباري عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. قال العلماء واتقوا الله يعني اعملوا بالعلم ويعلمكم الله بدون معلم، يقذف الله العلم قذفا في قلبك. ولعل هذا الذي حصل مع أبي رضي الله عنه. اللهم أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، آمين. فأجاب بما أجاب، ألا ترى كيف هنأه صلى الله عليه وسلم بقوله ليهنك. إذن الشيخ المربي الأستاذ عندما يرى تفوقا من تلميذه يفرح بذلك ويسعد بهذا ويسر، هذا علامة الإخلاص. أما ذاك الذي يحاول الاستنقاء والتنقيص من تلامذته أو من بعض المتفوقين من تلامذته، هذا مريض، هذا يحتاج أن يدخل إلى مصحة فيها علماء ربانيون كي يعالج العفن، يخرج العفن والنتن الذي في قلبه. الله، قلت الله لا إله إلا هو، أي الآية التي هي مستهلها ومبدأها، لأن شرف الآيات بشرف مدلولاتها ورفعة قدرها واشتمالها على الفوائد، ورفعة قدرها واشتمالها على الفوائد العظيمة، ثم بحسن النظم ومزيد البيان والفصاحة. ولا شك أن أعظم المدلولات ذات الله وصفاته، وأشرف العلوم هو العلم الباحث عن ذلك وما يدل عليها من صنائعه وأفعاله. وهذه الآية مشتملة على جميع ذلك، على جملة ذلك، على التحقيق. ومن حيث إن اللفظ وقع في مجاز البلاغة وحسن النظم موقعا تنمحق دونه بلاغة كل بليغ. إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات. قال بعض المتأخرين إن هذه الآية اشتملت من الضمائر العائدة إلى الله تعالى على 16 ضميرا، وكلها تفيد تعظيما لله عز وجل، فكانت
أعظم آية، لأنها مشتملة على أمهات المسائل الإلهية، فإنها دالة على أنه تعالى واحد في الهيئة، فإنها دالة على أنه تعالى واحد لا تصح هذه الكلمة، لا تصح، واحد في الذات. لأنها تكون إلهيته أم لا، الهيئة واحد في إلهيته أضبط، أحسنت، لا بد من تصويبها، من تصحيح العبارة، واحد في إلهيته، أما في الهيئة خطأ، إلهيته لا ينبغي أن تكون. وهذه فائدة جلوس العلماء معنا على هذه المائدة. الشيخ يوسف، ألم أقل لك يا شيخ يوسف أنت أستاذنا، ألم أقل لك أن وجودك بيننا بركة؟ إذن فإنها دالة على أنه تعالى واحد في إلهيته، متصف بالحياة، قائم بنفسه، مقيم لغيره جل وعلا، منزه عن التحيز والحلول، مبرأ عن التغير والفتور، لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح، مالك الملك والملكوت، مبدع الأصول والفروع جل وعلا، ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له، العالم وحده بالأشياء جل جلال الله بالأشياء كلها. والله يا أحبابنا، والله من أجمل يعني وألذ وأمتع ما يقرأ الإنسان عندما يقرأ أشياء هكذا تتعلق بوصف الله سبحانه وتعالى، يشعر الإنسان بمتعة أنه يقرأ وهو يصف الباري عز وجل جل جلال الله جل جلال الله جل جلال الله. قال: جليها وخفيها، كليها وجزئيها، واسع الملك والقدرة، ولا يؤوده شاق، ولا يشغله شأن متعال عما يدركه الوهم، عظيم لا يحيط به فهم سبحانه وتعالى. الله. في ضرب الصدر تنشيط له لأبي، وترغيب في أن يزداد علما وبصيرة، وفرح بما ظهر عليه من آثاره المباركة، وفيه إلقاء العالم، يعني فيه فائدة إلقاء العالم المسائل على المتعلم. في عندنا شيخ كان في الميدان، كان يحب دائما أثناء الدرس أن يسأل تلامذته، فكانت الطلاب يعني يبدأون معه في الدروس وبعد ذلك لا يعني لا يستمرون، يبدأ بالكتاب وبعد ذلك إما أن يكمل الكتاب الشيخ لوحده أو ينقطع الدرس. أثناء الدرس يسأل الطلاب أسئلة خفية، فمعظم الطلاب ما يستطيعون ما يجيبون، فيشعرون بالحرج أحيانا يعني. فمرة حصل معي أمر، في عندنا كان درس وكنا نقرأ فيما أذكر كتاب الإقناع بالفقه الشافعي، وكان الدرس صباحا يعني كنا نذهب ندخل المسجد نفعل الدرس وأنا أغادر إلى المعهد. يومها سبحان الله بعد صلاة الفجر جلست مسكت المصحف وكان كنت أمكن القرآن، فكان دور تمكين صحيفة بسورة الأنفال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما من عادتي أن أحفظ يعني رقم الصفحة ورقم الآية، فدخلت أنا وجلست في الدرس، في منتصف الدرس سؤال لا علاقة له، فقال لي: يا شيخ عبد السلام أكمل هذه الآية، وما رميت. أنا كملت وقرأت. قال لي: ما شاء الله، هذه في أي سورة؟ قلت له: في الأنفال، والصحيفة على اليمين،
وذكرت له رقم الله أكبر، أعجب تماما، قلت الحمد لله الذي نفدت إلى، وهي كانت يعني رمية بلا ران، وأنقذني الله يومها سبحان الله، أذكرها إلى الآن، أذكرها تماما، ولما من عادتي أن يكون عندي هذا التمكن. فهذا إلقاء العالم المسائل على المتعلم، في الواقع الطلاب يفهمون هذا خطأ، على العكس ينبغي الطالب أن يفهم هذا صوابا، أن الشيخ يسألني من أجل أن يحرض في جانب الحفظ، جانب المراجعة، جانب التحقيق، جانب التدقيق، أن لا أكون غافل. والله فعلا كان أحد المشايخ، والله أحبابنا، كنا إذا سألنا سؤالا سيأتي بعد أسطر يا غارة الله يا غارة الله، يعني كان يغضب غضبا شديدا، وحق له أن يغضب، يعني حق له أن يغضب، يقول لنا يا أبي أنا والله أحضر الدرس، طيب أنت قبل ما تأتي يقرأ الدرس ولو مرة يقرأ إيه؟ فكان يغضب يعني من أجلنا، يريد منا علو الهمة لا الكسل. قال فيه تنبيه على انشراحه وامتلاءه علما وحكمة، وتعدية الضرب بفي وهو متعد كقوله تعالى وأصلح لي في ذريتي، وإلا وأصلح لي ذريتي، أصلح متعدي بنفسه، أوقع الصلاح فيهم واجعلهم مكانا للصلاح. الله هنأني الطعام يهنأني، وهنئت الطعام أي تهنأت به، وهو كل أمر يأتيك من غير تعب، والمعنى ليكن العلم هنيئا لك، وهذا دعاء له بتيسير العلم ورسوخه فيه، وإخبار بأنه عالم، أمر للعلم بأن يكون هنيئا له، ومعناه الدعاء، ومعناه الدعاء. مرة كان سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله دخل إلى الغرفة، إلى الصف، كنا في السنة السادسة، كان معه جبة، طبعا هو لابس جبته، فعرفنا أن هذه الجبة يريد أن يعطيها لطالب، وكان في عندنا طالب بالصف من الجزائر، كان منطويا، وكان الطلاب يعني ربما يعني كانوا ينظرون إليه نظرة مش تمام، يعني أنه كسلان، أنه كذا، أنه كذا. فوضع الشيخ الجب على الطاولة ونظر في الطلاب هكذا، إلى الآن أذكر اسمه، أنا لن أذكر اسمه للطالب طبعا، لأنه أكيد ما شاء الله الآن بيكون صار عمره 60 سنة أو أكثر من 60 سنة. فقال الشيخ قم يا فلان، لا، قال إني أريد أن أعطي هذه الجبة لعالم، فنظر قال فلان إنه عالم، أخرج وألبسه الجبة بيديه، قال إنه عالم، إيه نعم، يعني أو أثبت له أنه عالم. والشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله كان عنده من الكشف ما لم يكن عند غيره رحمه الله. فهذا يعني من أدب، أو يعني من أدب الشيخ مع التلميذ، طبعا يعني هذا صدق وليس فيه مجاملة. قال أمر للعلم بأن يكون هنيئا له، ومعناه الدعاء، وحقيقته إخبار على سبيل الكناية بأنه راسخ في العلم ومجيد فيه، لأنه طبق المفصل وأصاب المحز. فيه منقبة عظيمة لأبي ودليل على كثرة علمه، وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه. لاحظ مرة حدثنا بعض كذلك بعض إخواننا كانوا جالسين في بعرفة، كان الشيخ كريم راجح حفظه الله وامتعه الله بوافر من الصحة والعافية، ومولانا وسيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى وجمعنا به في مستفاد رحمته، وأحد إخواننا طلاب العلم موجودين في عرفة، فخطر بباله الشيخ كريم راجح خاطر، فذكر مسألة فسأل الشيخ عبد الرزاق ماذا تقول فيها، فأشار الشيخ عبد الرزاق للطالب فأجابه وأفاض في الإجابة، ف
فتعجب الشيخ الكريم قال ما هذا؟ فقال الشيخ عبد الرزاق هذا ولدي، وفعل هكذا، هذا ولدي، وفعل يعني يفتخر بهذا. يقول أخونا الشيخ قال والله هذه الكلمة لما قالها الشيخ عبد الرزاق الحلبي والله لو أعطيت الدنيا بما فيها لكانت هذه الكلمة عندي أثمن وأغلى. هذا أدب الأنبياء مع أصحابهم، هكذا العلماء الربانيون أحبابنا يتعاد. هذا من قرأ أخلاق المعصوم ففهم وطبق الأخلاق على أرض الواقع، ما في شيء اسمه شيخ متكبر متعالي على مريديه. الله. قال وإكرامهم بالتكنية وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه في التقوى. قال القاضي وفيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض تفضيله على سائر كتب الله. قالوا فيه خلاف، فمنع منه من تفضيل بعض القرآن على بعض، مع الصحيح المعتمد طبعا هناك في تفاضل، فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة العلماء، لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول، وليس في كلام الله نقص. وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل، وأجاز ذلك إسحاق بن راهوية وغيره، جمهور العلماء أجاز ذلك، قالوا هو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه، فتكون هذه الآية والسورة أعظم وأفضل بمعنى أن الثواب المتعلق بها أكثر. طبعا الذين قالوا بأن القرآن متفاضل قالوا لاحظوا أحبابنا، قالوا ننظر للقرآن من زاويتين، من جهة أن القرآن صفة الله عز وجل لا تفاضل فيه، من جهة أن القرآن صفة الله وكلامه لا تفاضل فيه أبدا، ومن جهة ما تحويه بعض الآيات من معاني وأسرار وعلوم ما لا تحويه غيرها من الآيات. يعني مثلا ما في آية الكرسي من المعاني والأسرار لا يوجد مثلا في سورة الفيل، في سورة الفيل، في سورة القارعة، في سورة نوح مثلا، أو بعض في القصص يعني. فإذا التفاضل من جهة ما استودع الله عز وجل في بعض السور وبعض الآيات من الحكم والمواعظ والأسرار ما لم يجعله في باقي السور والآيات، وهذا لا يؤدي لتنقيص. طبعا في قولهم يلزم للتفضيل النقص نظر، فإنا نقول إن أريد بالنقص اللازم للتفضيل إلحاق ما يعيب المفضول فهذا ليس بلازم مطلقا، وإن أريد بالنقص أن المفضول ليس فيه ما في الأفضل من ذلك القدر الذي زاد به فهو الحق، ولولا ذلك لما تحققت المفاضلة. ثم لا يجوز إطلاق النقص ولا الأنقص على شيء من كلام الله. طبعا كما قلنا أحبابنا بالنظر إلى هذه الآيات إلى أنها كلام الله لا تفاضل فيها، فهو وإن كان مسوغا فلا يجري في كل موضع يستدل به على التفضيل، فإن منها نصوصا لا تقبل التأويل، كقوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فما قال إن أعطيناك الكوثر تعدل ثلث القرآن وغير ذلك، فهذا الدليل على التفاضل. لا ريب من القرآن من كونه كلام الله سواء في الفضل والشرف، لكن متفاوت بحسب المذكور، فإن فضل سورة الإخلاص مثلا على السورة التي يذكر فيها تبت مما لا يخفى على كل أحد. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده ولد بعد قوله ليهنك العلم يا أبا المنذر والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سبحان الله، أنا كنت أريد أن أنهي الكتاب ولكن الله قدر غير ما نريد. طيب نقف هنا أحبابنا، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا واقبلنا واحفظنا بإسرار الفاتحة.